أإله مع الله قليلا ما تذكرون. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، مشكلة هؤلاء المشككين أنهم يبحثون عن الروايات التي وضعها اليهود والملحدون في كتب التاريخ وبعض كتب التفسير، ثم يستخرجون فقط هذه الروايات المشبوهة ويقولون هذا هو الإسلام. ما هو الشيء الجيد الذي جاء به الإسلام؟ سبحان الله، كل هذه الرحمة، كل هذا التشريع الإلهي في تحريم الخمر وتحريم لحم الخنزير وتحريم الزنا وتحريم الربا والأمر بالصيام الذي له فوائد كثيرة، الأمر بالتفاؤل، النبي كان يأمر أصحابه بالتفاؤل، نهى عن حرم الميسر القمار، حرم الأذى أذى الآخرين، أمر بإكرام الجار، أمر بإطعام الفقير، أمر بإكرام الضيف، أمر بحسن الخلق، أمر أن يكرم الرجل أهله، استوصوا بالنساء خيرا، آلاف الأوامر الإيجابية جاءت من هذا النبي الكريم. كيف تقولون لم يأتي بشيء فيه خير للناس؟ لا أدري. الطهارة، كم تساوي الطهارة؟ علماء أمريكا اليوم يتحدثون كما قلنا في لقاء سابق، جريدة أو صحيفة نيوزويك العالمية الشهيرة تتحدث عن الإعجاز النبوي في الطهارة وعلاج فيروس كورونا والوقاية من الوباء. صحيفة ABC الإسبانية لأول مرة في تاريخها تتحدث عن نصائح مذهلة يقدمها النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم للوقاية من الوباء. كل هذا لم تروا إلا قصة زيد وقصة فلان وموضوع اليهود وموضوع كذا ورواية كذا، وكلها روايات ما أنزل الله بها من سلطان. أيها الأحبة، اليوم لكي لا أطيل عليكم، كلما خرج لي أحد المشككين والملحدين يتناول قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب التي كانت زوجة ابنه بالتبني زيد، كان يقال له زيد ابن محمد صلى الله عليه وسلم، فنزلت آية تحريم التبني وقال تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، وقال أيضا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهذا النبي الكريم أيها الأحبة لا يعمل بشيء من تلقاء نفسه، بل كل من عند الله، هذا ثابت في أحاديثه، في نص القرآن، في سلوكه أيضا. الآن ما هي القصة الحقيقية لزواج النبي صلى الله عليه وسلم بزوجة زيد بعد أن طلقها؟ لا تأخذوني إلى روايات من هنا وهنا وهنا، أنا لدي هنا تفسير القرطبي، هناك موقع اسمه الباحث القرآني، أتمنى من الجميع أن يستفيد منه. ميزة هذا الموقع أنك تدخل فقط كلمة من الآية فيعطيك مجموعة تفاسير تستطيع أن تختار بسهولة التفسير الذي تريده. الحقيقة دعوني أروي لكم الرواية الصحيحة أولا التي عليها أهل التأويل وأهل التفسير، ثم نتناول بسرعة بقية الروايات التي هي غير منطقية، مع أنها في كتب التفسير، ولكن للأسف نحن كمسلمين أصبح لدينا جهل كبير بكتب التفسير لأننا لا نقرأ.
كتب التفسير أيها الأحبة كتاب مثلا الطبري، هذا الكتاب جمع فيه الإمام الطبري كل الروايات المتوفرة في عصره ووضعها لك، وكان حياديا في النقل، وضع لك مثلا 4 أو 5 أو 10 روايات، منها ما هو مكذوب، منها ما هو مفترى على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كانت رائجة، كان الناس يتحدثون بها. وضع كل هذه الروايات وقال لك أن تحقق وأنظر وكذا. طبعا جاء بعده محققون ومفسرون، ابن كثير وغيره، ومن أشهرهم وأهمهم القرطبي. هذا الرجل سبحان الله فتح عليه الله سبحانه وتعالى فتوحا عظيمة في التفسير، والحقيقة كان يبدي رأيه بهذه الروايات. فدعونا أيها الأحبة قبل أن تشككوا المسلمين وتستغلوا أن المسلمين وبخاصة الشباب لا يقرؤون، دعوني أقرأ لكم من تفسير الطبري، من تفسير القرطبي عفوا. القرطبي طبعا أيها الأحبة أورد الآية، طبعا سنتناول الآية، ولكن دعوني أروي لكم القصة كما رواها حرفيا. روي عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أوحى الله تعالى إليه أن زيدا يطلق زينب. قلنا إن زيد هو ابن النبي، أنعم عليه النبي أن تبناه ويعني أعتقه وتبناه وأصبح ابنا له، وزوجه أيضا من زينب، وسارت الأمور على هذا النحو. بعد أن تزوج زينب بزمن قليل أو كثير لا نعلم، أوحى الله إليه أن زيدا يطلق زينب، يعني نبي كريم لديه ابن بالتبني ولديه زوجة هي زوجة ابنه في عرف الناس، أوحى الله إليه أن زيدا سيطلق زينب، تمام؟ وأنه يتزوجها بتزويج الله إياها، أي أن الذي سيتزوج زينب هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الناس لا يعلمون هذا الأمر، هذا وحي من الله. أوحى الله للنبي أن زوجة ابنك بالتبني سيطلقها، ربما تحدث خلافات، ربما يحدث شيء قدره الله، وأنت ستتزوجها. فكان النبي يعني نوع من لديه نوع من الخشية، يفكر كيف سيقولون إن مثلا محمد صلى الله عليه وسلم طلق زوجة ابنه وتزوجها هو. كان يشق عليه هذا الأمر أيها الأحبة. فلما تشكى زيد للنبي خلق زينب، هي كانت لديها شيء من الكبر، كانت تتكبر على زيد، وكانت يعني تجد عظمة في نفسها عليه. فقال زيد للنبي صلى الله عليه وسلم، شكى له خلق زينب وأنها لا تطيعه، وأعلمه أنه يريد طلاقها. طبعا أيها الأحبة هذه هي الرواية الصحيحة التي علماء المسلمين يعتمدونها، وهناك روايات كثيرة، نحن نعتمد هذه لأنها منطقية تتماشى مع سيرة النبي، منهج النبي، ومع أسلوب القرآن أيضا. فأعلمه أنه يريد طلاقها. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على جهة الأدب والوصية، اتق الله في قولك وأمسك عليك زوجك. فكان النبي حريصا، يعني كأنه يريد أن لا يطلقها، لكي يعني مع العلم أنه يعلم أن الله أوحى إليه، فهو أصبح
لديه يعني نوع من لنقل خشية من الناس أن يقولوا إن النبي تزوج زوجة ابنه. زيد يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام يشتكي خلق زينب، والنبي يقول له اتق الله وأمسك أمسك عليك زوجك واتق الله. وهو يعلم، النبي يعلم يقينا لأن الله أوحى إليه، يعلم أنه سيفارقها ويتزوجها صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي أخفى في نفسه ولم يرد أن يأمره بالطلاق، لما علم أنه سيتزوجها، كان محرج من الناس. كان النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة أشد الناس حياء، كان شديد الحياء. فطبعا أنا أقرأ لكم من القرطبي، وطبعا هذا هو الذي أخفى في نفسه ولم يرد أن يأمره بالطلاق لما علم أنه سيتزوجها، وخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحقه قول من الناس في أن يتزوج زينب بعد زيد وهو مولاه وقد أمره بطلاقها، فعاتبه الله تعالى على هذا القدر من أن خشي الناس في شيء قد أباحه الله له، بل أمره الله به بأن قال أمسك، مع علمه بأنه يطلق، يعني قال له أمسك وهو يعلم أنه سيطلقها، سبحان الله. وأعلمه أن الله أحق بالخشية أي في كل حال. طبعا الكلام هذا لمن؟ للقرطبي. طيب دققوا معي ماذا يقول علماؤنا ومنهم القرطبي عن هذه الرواية. يقول: وهذا القول أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية، هذا القول أحسن ما قيل في تأويل. إذن هناك تأويلات كثيرة، لا يأتي أي شخص يأتيني برواية ويقول هي في الطبري أو هي في ابن كثير وانتهى الأمر، لا، هناك علم اسمه علم التأويل، قد يكون لدينا أحيانا 30 رواية، هناك رواية يعتمدها علماء المسلمين هي الدقيقة وهي الصحيحة وهم أكثر فهما منا. فيقول: وهذا القول أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية، وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين كالزهري والقاضي بكر بن العلاء القشيري والقاضي أبي بكر ابن العربي وغيرهم. والمراد بقوله تعالى وتخشى الناس إنما هو إرجاف المنافقين بأنه نهى عن تزويج نساء الأبناء وتزوج بزوجة ابنه. فأما ما روي، دققوا معي أيها الأحبة رجاء، لا مانع أن تستمعوا لروايات المشككين، ولكن اقرأوا الرواية الصحيحة وقارنوا واقرأوا ماذا يقول علماؤنا. يقول الإمام القرطبي: فأما ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم هوي زينب امرأة زيد كما يقول بعض المشككين، أن النبي هوي هذه المرأة وأمره أن يطلقها وتزوجها، هذه الرواية التي يسوقون لها وهي رواية غير صحيحة. فأما ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم هوي زينب امرأة زيد، وربما أطلق بعض المجان لفظ عشقة، بعض المجان، انظروا بعض المشككين الملحدين يطلقون ألفاظ على النبي أنه هويها أو عشقها أو وقع في نفسه من هواها شيء أو غير ذلك،
وربما أطلق بعض المجان الماجن، هو التافه الذي ليس لديه أخلاق، ليس لديه ضمير، ليس لديه بحث علمي، ليس لديه يطعن في الآخرين، وربما أطلق بعض المجان لفظ عاشق، فهذا إنما يصدر عن جاهل بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا، أو مستخف بحرمته. إذن نحن هنا، الترمذي في نوادر الأصول وأسند إلى علي بن الحسين قوله، فعلي بن الحسين جاء بهذا من خزانة، من خزانة العلم، جوهرا من الجواهر ودرا من الدرر، أنه إنما عتب الله عليه في أنه قد أعلمه أن ستكون هذه من أزواجك، فكيف قال بعد ذلك لزيد أمسك عليك زوجك، وأخذتك خشية الناس أن يقولوا تزوج امرأة ابنه والله أحق أن تخشاه. إذن أيها الأحبة، بعض العلماء قال كما يقول القرطبي، لو كان النبي أخطأ، لو كان كما تقولون هويها، والله تعالى جاء على هواه كما يدعي البعض وأمر بتطليقها وتزوجها، يقول القرطبي قال النحاس، قال بعض العلماء ليس هذا من النبي صلى الله عليه وسلم خطيئة، ألم ترى أنه لم يؤمر بالتوبة ولا بالاستغفار منه؟ يعني لو كان النبي فعل ذلك لأمره الله بالتوبة، وقد يكون الشيء ليس بخطيئة إلا أن غيره أحسن منه. طبعا أيها الأحبة، لدينا روايات كثيرة، لا أريد أن أطيل عليكم. نختم ملخص هذه الشبهة التي لم يبقى ملحد ولا مشكك إلا عندما يريد أن يطعن بالنبي يبدأ بهذه الرواية، ليس بهذه، هذه الرواية لا أحد يذكرها. هل رأيتم أحدا من المشككين ذكر هذه الرواية؟ لا أحد يذكرها، لأنها لا تتناسب مع توجهاته التي يريد من خلالها أن يطعن بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، أن يشكك بهذا النبي. أيها الأحبة، هناك روايات تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم عاشق هذه المرأة وأمره أن يطلقها وطلقها وتزوجها وأنزل آية من القرآن. طيب لنفرض أن كلامكم صحيح وأن النبي لديه هذه السلطة الكبيرة على هذه المرأة، لماذا لم يختار امرأة أخرى؟ كل نساء المسلمين تحت سلطته، هذا أولا. ثانيا، لماذا ينزل آية ينتقد نفسه بها وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه؟ دققوا أيها الأحبة، وإذ تقول، الخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، دعوني أقرأ لكم الآية الآن لنفهمها كما هي. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، أي زيد، وأنعمت عليه، النبي أنعم عليه أيضا بتزويجه، أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. لا تناقش، لا تجادل، هذا أمر الله قدر مقدور. هذا الكلام أيها الأحبة لا يمكن أن يصدر من نبي كريم. لماذا يخاطب نفسه ويعاتب نفسه؟ أحد المشككين قال ما الفائدة من هذه الآية؟
هذه الآية أولا نزلت في تحريم التبني، وبأن التبني حرم، فزوجة ابنك من التبني تستطيع أن تتزوجها إذا طلقها فيما بعد ذلك، فيها أحكام شرعية. وهناك شيء أيها الأحبة في مثل هذه الآيات، أنها اختبار للمؤمن. أيها المؤمن، هل تسير وراء هذه الروايات الباطلة التي تشكك بهذا النبي الكريم، أم تبحث عن الحق لترى الحق أمامك واضحا؟ أحد أهداف مثل هذه الآية فتنة لهذا المشكك ولغيره، فتنة لهم لكي يزدادوا كفرا وإلحادا، وتكون عاقبتهم جهنم، ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. أنت تبحث عن الحق، والله ستجد الحق، قانون إلهي، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. أنت تريد أن تشكك، لا تتصور أن يهديك الله، سيزيدك ضلالا وإلحادا. لذلك هؤلاء المشككين الذين يخرجون، نادرا ما يؤمن منهم شخص، نادر. لماذا؟ لأن دماغه يعمل على التشكيك، هو لا يرى الحق، لا يرى كل الأحاديث الرائعة التي جاء بها هذا النبي الكريم، لا يرى كل هذه التعاليم المليئة بالرحمة. هو يذهب في كتب التاريخ ويفتش عن روايات وضعها اليهود أصلا للطعن بهذا الدين، وضعها المنافقون للطعن بهذا الدين، يجري وراء هذه الروايات الباطلة. لذلك الله تبارك وتعالى ماذا قال في الآية التالية، هذه في سورة الأحزاب: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يبلغون هذه الرسالة الإلهية الرائعة، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وإلى لقاء جديد أيها الأحبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أإله مع الله، تعالى الله عنه.